إيجاد المصفوفة المنقولة لمصفوفة أصلية. المبدأ هو عملية تبديل أو تغيير كل صف إلى تحويله إلى كولوم وبالعكس. فإذا كان عندي مصفوفة A هي عبارة عن M في N، المصفوف مالتها اللي راح يكون هو المنقول اللي راح نرمز له بالـ A T transports راح تصير هي عبارة عن N في M. فالقاعدة الأساسية اللي عندنا لإيجاد المصفوفة المنقولة هي أنه عملية تبديل أو تغيير الصف تحويله إلى كولوم وبالعكس. فاللي خلي أخذ مثال، يعني فرضا لو كان عندي المصفوفة N هي 2 في 2 أو 2 في 3 حتى يكون الأمر واضح، خلي أفترض أنه أنا عندي 2 5 10 سالب 1 0 3، هسه أريد أوجد المنقول مالتها. فالقاعدة اللي عندنا انه راح يصير عندي اي ترانسبورت تساوي، راح ابدل هذا الصف راح احوله الى كولوم، راح يصير عندي 2 5 هذه 10 شكل، هذه راح يصير عندي سالب 1 0 3. فهسه صار عندي المصفوفه هذه المنقوله حولتها من المصفوفه الاصليه بعد ما بدلت كل صف حولته الى عمود، فكان عندي هنا صفين في ثلاث أعمدة. هسه تحولت المنقولة صار شنو عندي؟ صار عندي عمودين بثلاث صفوف، فصير هي 3 في 2. هسه هذه خلينا نقول انه القواعد البسيطة لكيفية إيجاد المنقول. زين، عندنا ملاحظة. الملاحظة الأولى انه إذا صادف انه يكون عندي المصفوفة مالتنا مربعة سكوير اللي هي تكون بها عدد الصفوف تساوي عدد الأعمدة وكان تساوي المنقول، يعني هسه اول نقطة انه تكون هي شني اولا سكوير ماتريكس، النمبر اوف كولوم يساوي النمبر اوف روز. النقطة الثانية بعد اجراء عملية التحويل لايجاد الترانسبورت صادف انه اولا سكوير وثانيا متساوية، يعني الاي يساوي الاي ترانسبورت اثنيناتهم. اذا تحقق هذا الشرط راح اقول انه هذا النوع من المصفوفات راح اسميه بسيمتريك ماتريكس، راح نسميه بسيمتريك ماتريكس. اوكي، زين. الملاحظه الثانيه هسه اللي عندنا على المصفوفه المنقوله انه اولا الملاحظات العامه اللي تشمل الخصائص الرياضيه، يعني اي زائد ناقص بي مصفوفتين، ملاحظه واحد انه لو كان عندي اي زائد ناقص بي مصفوفتين جمعتهم او طرحتهم الناتج ما بعد عمليه الجمع والطرح سويت لعمليه نقل. القاعدة هذه هي نفسها لو سويت انه عملية نقل المصفوفة الاولى او الثانية وبعدين سويت لهم عملية جمع وطرح. الخاصية الثانية انه حاصل ضرب اي في بي والناتج بعدين سوينا له عملية ترانسبورت راح يصير عندي يساوي لي عملية ضرب البي بعد اجراء النقل في الاي بعد اجراء عملية النقل. خاصية ثلاثة، المصفوفة بعد ما أجري لها تغيير لإيجاد الترانسبورت وأسوي لها عملية نقل مرة ثانية ترجع إلى أصلها اللي هي الأي. خلي أخذ مثال تطبيقي على هذه الخصائص نشوف إنه صحتها. خلي أفترض إنه عندي مثال بهذا الشكل. أفترض إن المصفوفة أي عناصرها 3 2 5 2 سالب 1 4 خمسة أربعة صفر، والمصفوفة ب عناصرها 4 سالب 1 0 5 4 3 2 1 سالب 1. اثبت اولا ان المصفوفة اي هي سيمتريك ماتريكس. شرط اثبات السيمتريك انه انا هذه المصفوفة اوجد المنقول مالتها، واذا صادفت انه هي متساوية مع المنقول مالتها وسكوير فاقول اذا الشرط مالتنا متحقق. الخطوة رقم 2 او المطلب الثاني، اثبت صحة العلاقة انه اي زائد بي ترانسبورت الناتج مالتهم هو يساوي اي ترانسبورت زائد بي ترانسبورت. 3، اي في البي ترانسبورت يساوي ان البي ترانسبورت في الاي ترانسبورت. 4، اثبت انه المصفوفة بعد ما اجري لها عملية نقل، يعني اي ترانسبورت واجري لها عملية نقل مرة ثانية ترجع الى اصلها. فخلي احل هذول المطالب. المطلب الاول انه المصفوفة مالتنا هسه هذه هي، المطلوب انه انا اوجد شنو هسه نقل. فقلنا القاعدة لإيجاد النقل انه انا احول كل صف الى عمود. فهسه بعد اجراء عملية التحويل
خلي أقارن هالشكل، هذه المصفوفة، نقول الـ A transport تساوي المبدأ إنه أنا أغير كل صف إلى عمود، فراح يصير عندي 3 2 5، هذه 2 سالب 1 4، 2 سالب 1 4، وعندي 5 4 0، صارت هذه هي سب المصفوفة اللي عندنا. خلي أقارنها مع المصفوفة الأصلية، هسه هذه بعد إجراء النقل، خلي أقارنها مع المصفوفة الأصلية، أقول بما أنه الـ A تساوي الـ A transports، زين، إذن القاعدة أو المبدأ متحقق عندي، إضافة لأنه المصفوفة هي أصلا سكوير 3 في 3، إذن سأقول A is symmetric matrix. هذه الشرط الأول، A is symmetric matrix، أو المطلب رقم 1. مطلب رقم 2، أنه أوجد A زائد B transports، حقق صحة العلاقة، يساوينا A transports زائد B transports. خلي هسا أول مرة أجمعهم، خلي أجمعهم الـ A زائد الـ B وأوجد تحويل. فهسا نقطة رقم 2 مباشرة، هسا راح أجمع مباشرة هنا وأوجد ناتج. فأقول النقطة الثانية، هسا A زائد B يساوي حسب القاعدة اللي أخذناها بالجمع أن كل عنصر يجمع مع العنصر المقابل إليه، يعني 3 زائد 4 هذه 7، زين، عندي 2 زائد 5 7، وعندنا 5 زائد 2 7، هذا بالنسبة للعمود الأول. 2 زائد سالب 1 1، وسالب 1 زائد 4 3، وعندي 4 مع 1 5، 5 مع 0 5، 4 مع 3 7، وعندي 0 مع سالب 1 سالب 1. زين، هسه أوجد المنقول مالتهم، يعني A زائد B transports راح يكون مساوي إلى، هسه أحولهم، هذه هسه أحولهم، القاعدة إنه كل صف أحول عمود، فراح يصير عندي 7 بـ1 بـ5، 7 بـ3 بـ7، وعندي 7 بـ5 بـ1. زين، هسه هذا الطرف الأول. الطرف الثاني، حتى أحقق صحة العلاقة اللي عندي، المفروض أنه أوجد المنقول مالت الأول وأوجد المنقول مالت الثاني وأجمعهم، المفروض يطلع لي نفس الناتج. فهسه المنقول مالت الأول الـ A transports شو يساوي لنا؟ قد طلعناه بالخطوة رقم 1، هذه أجيب اللي هنا اللي هو 3 2 5 2 سالب 1 4، و5 بـ4 بـ0. زين، المنقول مالت البي هذه، خلي اخليه هنا، البي ترانسبورت يساوي المنقول مالت البي، اخذ من السؤال هسه، هذا هو اللي هنا عندي، راح يصير عندي 4 سالب 1 0، هذه 4 سالب 1 0، الصف الثاني اللي هو 5 4 3، راح يصير عندي 5 4 3، وعدنا 2 1 سالب 1، 2 1 سالب 1. هسه هذولي صار الأول والثاني، هسه أجمعهم، راح يصير عندنا هنا آلية الجمع، أقول هسه A transports زائد B transports يساوي 3 بـ4 7، 2 بـ5 7، 5 بـ2 7، 2 بسالب 1 1، سالب 1 بـ4 3، 4 بـ1 5، 5 بـ0 5، 4 بـ3 7، و0 بـ1 سالب 1. هسا أقارن هذه النتيجة، أقارن هذه النتيجة مع هذه النتيجة، فخلي أقارن بيناتهم، أقول إذن صحة العلاقة الرياضية إنه A زائد B transports يساوي A transports زائد B transports.